باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ذاكره التاريخ الكنسي كنا بدانا حلقتنا السابقه لدي في الحديث عن الرهبنه القبطيه تاسيس الرهبنه في مصر واتكلمنا عن اب عظيم هو القديس العظيم بنطونيوس مؤسس الرهبنه في مصر واللي خرجت منها الرهبنة للعالم كله ومع نياحة الأنبا أنطونيوس أوصى أن عكازه تلاميذه يدوه للقديس أبو مقار وأن الفروة اللي كان بينام عليها تروح للقديس أثناسيوس عشان كده العصاية اتنقلت للقديس أبو مقار هنتكلم النهاردة عن القديس ابو مقار الكبير او مكاريوس الكبير. القديس ابو مقار بيعتبر هو مؤسس الرهبنه في بريه الاسقيط وبيطلق عليه مكاريوس الكبير عشان نميزه عن مكاريوس الصغير ومكاريوس السكندري وهو اتاثر بالقدّيس العظيم الأنبا أنطونيوس جداً. والتاريخ يذكر أن هو زاره على الأقل مرتين. اتولد القدّيس أبو مقار في بلد اسمها شبشير، دي تابعة لمنوف في محافظة المنوفية. من والدين تقيين جداً كان اسم أبوه إبراهيم وما كانش أبوه عنده ولاد. في ليلة من الليالي أبوه شاف شخص من عند ربنا شخص روحاني بيقول له إن ربنا هيرزقه بولد وإن الولد ده ذكره هيكون شائع في كل الأرض وهيرزق بأبناء كتير جدا أبناء روحيين. بعد زمن فعلا الاب ربنا رزقه بولد سماه مقاره. كلمه مقاره او مكاريوس تعني الطوباوي. كان مطيع لابويه وحلت عليه نعمه ربنا منذ طفولته. اترسم اغسطس قارئ في الكنيسه ولما كبر شويه ابوه جوزه على غير إرادته هو ما كانش عايز يتجوز بس أبوه قرر أنه هو اللي يجوزه بعد فترة استسمح أبوه قال إن له أنا هروح البرية أغير بس جو كده وأرجع تاني وهناك فضل يصلي لربنا إن هو يكشف له عن حياة تكون مرضية أمام ربنا وهو في البرية ظهر له كاروب طبقة الشاروبيم له ستة أجنحة ومسك بإيده وطلعه على جبل عالي ووراه كل البرية وقال له إن ربنا بيقولك إن هو اللي إداك أنت وولادك كل الجبل ده عشان تكرس فيه كل وقتك للعبادة وكتير من القاده والملوك هيجوا يتباركوا من المكان ده من البريه دي اسهر وافتكر اللي انا قلته لك واذا سلكت بالكمال ربنا هيعلل لك حاجات كتيره وهيعلل لك كلماته ده شخص متجوز وايه ابناء روحيين والبريه هتكون ليك إيه هو طبعا مش مدرك اللي بيحصل رجع من البريه لقى ان زوجته اتنيحت وكانت ما زالت عذراء لانهم كان في اتفاق ما بينهم يكونوا يعيشوا في بتوليه فبعد موت ابوه وزع كل امواله على الفقراء واهل شبشير اللي هي بلده لما شافوا طهره وعفافه طلبوا من الاسقف بتاع اشمون ان هو يرسمه كاهن فاترسم كاهن وبنوا له بيت كده بره البلد وكانوا بيروحوا يزوروه ياخدوا بركته لكن هو بعد فترة كان شاعر بعدم استحقاقه واشتياقه للبرية اللي ورهاله له الكاروب اللي ظهر له وفضل يتنقل من قرية لقرية لما الشيطان شاف نموه في الفضيلة جلب عليه تجربة شديدة جدا بنت كانت غلطت مع احد الشباب وادعت انها حملت من القديس مكاريوس هو اللي عمل معاها الشر ده وطبعا اهلها لما عرفوا طلعوا على القديس واهانوه وضربوه ضرب شديد جدا فتحمل كل الضرب ده في صمت وكان دايما يقول بقى المفروض ان انا اشتغل دلوقتي كتير ده انا هيجي لي ولد ولما جت ساعة الولادة بتاعت البنت دي فضلت أربعة أيام معذبة جدا وربنا ما سمحش إنها تلد الطفل بتاعها إلا بعد ما اعترفت ببراءة القديس مكاريوس من فعل الخطية معها وقالت اسم الشاب اللي عمل الخطية معها هو طبعا لما الاحداث دي حصلت والناس بدات بقى يعتذروا له حس بكرامه هو عايز يهرب منها فخد بعضه وكان لهم العمر 30 سنه وفكر ان هو ما يرجعش المكان بتاعه تاني ظهر له ملاك وفضل ماشي معاه يومين وصل بيه لمنطقه وادي النطرون فالقديس بص للملاك وقال له طيب يا سيدي حدد لي بقى المكان اللي انا هسكن فيه فالملك قال له لا انا مش هحدد لك عشان ما تخرجش من المكان ده في يوم من الايام فتكون مخالف لامر ربنا البريه كلها قدامك اسكن في الحته اللي تعجبك هو سكن في البريه الداخليه في الموضع اللي فيه حاليا دير البراموس لما راح لزيارة الأنبا أنطونيوس الأنبا أنطونيوس شاف فيه روحانية جديدة أول ما شافه قال هذا إسرائيلي لا غش فيه والأنبا أنطونيوس لبسه الإسكيم المقدس ورجع لمكانه ولما تكاثر عدد الإخوة اللي عايزين يعيشوا في الرهبنة والنسك بنالهم كنيسة وفعلا زع صيته بين الملوك لكثرة العجايب اللي كان ربنا بيجريها على ايديه الانبا مكاريوس حب الوحدة جدا واعتاد ان هو يهرب من ازدحام الشعب وطلب من ربنا في يوم من الايام جاله فكر كده قال له يا رب مين عايش في قداسة او مين يضاهيني يعني يشابهني في سيرتي فجاءه صوت من السماء عشان ربنا يعلمه عدم الكبرياء وقال له انت لحد دلوقتي برغم ان انت اب بريه واب رهبان ما وصلتش لدرجه وصلولها امراتين من مدينه اسكندريه فهو حب يتعلم ويشوف مين من الامراتين دول راح اسكندريه وسال لحد ما وصل للبيت بتاعهم دخل البيت رحبوا بيه وغسلوا قدميه قال لهم انتوا ايه حكايتكم عايز اعرف سيرتكم ايه فواحدة منهم قالت له احنا ما احناش قرايب لكن اتجوزنا اخين وطلبنا منهم ان هم يسيبونا نترهبن مرضيوش فقلنا خلاص احنا نكمل حياتنا في مخافة ربنا ونعرف برضو واحنا متجوزين نعيش حياة قداسة بنقضي حياتنا صوم من الصبح لغاية بالليل ونصلي وكل واحدة فينا ربنا رزقها بطفل الطفل اللي يبكي أي واحدة فينا تروح هي اللي تسكته مش شرط تكون أمه عايشين في محبة ابنها زي ابني وعايشين في عيشة واحدة الجوازنا بيشتغلوا في رعاية الغنم احنا فقراء بناكل القوت اللازم لينا واللي بيفضل مننا بنوزعه على الفقراء القديس لما سمع الكلام ده قال فعلا ربنا بينظر لاستعداد القلوب وبيدي روحه القدوس لكل الناس اللي فعلا مشتاقة تعيش في حياة روحية مع ربنا الستات دول ما كانش لهم درجات كهنوتية ما كانوش راهبات أبو مقار العظيم ربنا قال له ده أنت ما رحتش للدرجة اللي راح لها الاتنين دول في روحياتهم روح اتعلم منهم أبو مقار العظيم بيتعلم من الاتنين ستات دول السما مش حكر على حد السماء حكر للناس اللي عاشت حياة قداسة وطهارة لإن ربنا وصل كل الكون قديسين. في يوم نياحة القديس أبو مقار ظهر له الأنب أنطونيوس والأنبا باخوميوس ومجموعة من الملائكة والقديسين وأسلم الروح وهو عنده حوالي 97 سنة وكان وصى تلاميذه إن هم يخفوا جسده لكن ناس من أهل شبشير جم سرقوا الجسد وبنوا كنيسه حطوه فيها حوالي 160 سنه لحد حكم العرب خدوه رجعوه تاني لديره. دول اتنين كانوا من اباء الرهبنه العظام اللي اسسوا الرهبنه. طب ايه العوامل اللي فيها اباء يعني اباء الرهبنه اللي فيها اباء عظام كده، ايه العوامل اللي ادت لضعف الرهبنه؟ كان في عوامل مباشره وعوامل غير مباشره، العوامل المباشرة هي الغارات اللي شنها البربر على مناطق الرهبنة وعلى الرهبان كان فيه سبع غارات جم على البرية الغارة الأولى كانت سنة وسبعة ميلادية البرية كانت لحد نهاية القرن الرابع كان فيها أديرة أخذت شكلها الرهباني في منطقة شهيد. كانت أول جماعة رهبانية عاشت في منطقة دير البراموس حاليًا. والجماعة اللي تليها عاشت في مكان دير أبو مقار الحالي. الجماعة التالتة عاشت في دير كان اسمه دير القديس يحنس كامة ده جنوب غرب دير أبو مقار. والجماعة الرابعة عاشت في مكان دير شوي حاليًا. ما كانش دير السوريان لسه اتعرف كان لكل تجمع من التجمعات دي كنيسة بيصلي فيها الرهبان يوم السبت والحد لكن البربر سنة 407 ميلادية هجموا على البرية وهدموا الكنايس الأربعة في الأربع الأماكن اللي أنا ذكرتها والرهبان سابوا أديرتهم من شراسة الهجوم والقتل وفي الغارة الأولى للبربر 407 استشهد القوي القديس العظيم الأنبا موسى الأسود وده كان في عهد البابا ثيوفيلوس البطريرك ال 23 على الكرسي المرقسي. الغارة الثانية للبربر على البرية كانت سنة 434 زي المرة الأولى برضو البربر هجموا على البرية وخربوا الأديرة ونهبوها فالرهبان سابوا الأديرة وبدأوا ينتشروا ويعملوا تجمعات جديدة في أماكن جديدة زي جبل طرة اللي أسسها القديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك ووجد أطلال الدير بتاعه في أعلى الجبل جت الغارة الثالثة للبربر 441 طبعا بعد الغارتين الاولى والثانيه والنهب والقتل اللي نتج عنهم بدا الرهبان يفكروا في عمل حصون في الاديره يهربوا لها وقت الغارات تكون الحصون دي فيها اماكن يحطوا فيها الاكل اللازم ليهم لفترات طويله ويكون فيها بير ميه عشان يقدروا يشربهم ويكون فيها كنيسه عشان يصلوا فيها فبدات اقامه الحصون اللي احنا بنشوف بعضها حاليا في بعض الاديره واول حصن اقيم كان اسمه حصن بيامون وده كان صالح ان الرهبان يقعدوا فيه وهو الموجود حاليا في دير القديس ابو مقر اللي ساعد كمان على اقامه الحصون دي هو دخول القديسه الاريا الرهبانة القديسه الاريا هي ابنه الامبراطور زينون القديسه الاريا دخلت الرهبنة متخفيه في زي رجال واتعرفت باسم الراهب الاري طبعا لما ابوها الامبراطور شافها دخلت الرهبنة ادى عطايا كتير جدا للاديره بداوا يبنوا بيها الحصون ديت والاسوار والغاره التالته للبربر اللي كانت 444 استشهد فيها التسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيهيت وده كانت في حبرية البابا كيرلس الأول عمود الدين البطريرك لاربعة وعشرين الغارة الرابعة كانت 620 ميلادية فضل البربر محاصرين فيها الأديرة خمسين سنة محاصرين الأديرة خمسين سنة من خمسمية وسبعين لستمية وعشرين كل شوية يروحوا الدير ينهبهم ويمشوا سنة ولا سنتين يرجعوا تاني ينهبوا ويمشوا وده طبعا أدى لتوقف ازدهار الرهبنة وتهدمت خلال الفترة دي كنيسة القديس أبو مقار وفي نهاية الغارة الرابعة اتأثر القديس يؤنس قمص شهيت والقديس الأنبا صموئيل المعترف الغارة الخامسة كانت في خلافة المأمون في عهد العرب سنة 817 هجمت القبائل بتاعة العرب على الوادي المقدس اللي هو وادي النطرون وخربوا الأديرة ونهبوها وفتكوا بالرهبان وطردوهم من البرية ما فضلش منهم غير عدد قليل جدا كانت مصر في الفترة دي تحت حكم والي اسمه عبد الله ابن طاهر ده أباح للجنود بتوعه نهب الأديرة وحرق الكنايس ودي تعد أول غارة يعملها العرب على الأديرة بعد الخراب اللي حدث للاديره وللكنايس على ايد عمرو بن العاص لما فتح اسكندريه وهدم اسوارها وهدم فيها خمسمائة كنيسه وألف دير. الغاره الستة قام بها قبيله اسمها النوماتيين دي كانت سنة 866 بعد اختيار الراهب شنودة يكون البطريرك باسم البابا شنودة الأول اللي كان 55 بدأ عصر جديد قدسته في عمارة الأديرة وخصوصا دير أبو مقار لكن الظروف ما ساعدتوش فأول ما اعتلى الكرسي المرقصي بدأ البربر النوماتيين اللي هم جايين من شمال افريقيا غارات على الأديرة سنة 866 ميلادية نهبوا حتى لبس الرهبان وأساسات الأديرة والمخازن بتاعتها ولما عرفوا إن البابا شنودة الأول راح الدير عشان يشوف اللي حصل رجعوا الغارة قعدوها مرة تانية لكن قدسته أبدى شجاعة كبيرة جدا في مواجهتهم خرج لهم لوحده من الدير برغم توسلات الرهبان عشان يواجه التهديدات بتاعتهم وطلب منهم ان هم يقتلوه لكن البدو خافوا من مهابته وشجاعته خصوصا ان ربنا كشف عن عيونهم فشافوا جيوش من الملايكه لابسين زي رهبان واقفين حوالين البابا برغم ان هو كان واقف لوحده لكن هم لما شافوا كده خافوا ورجعوا عن البريه فقام البابا شنوده الاول بتحصين الاديره وعمل اسوار ليها مكان الاسوار اللي اتهدمت. الغاره السبعه والاخيره هي برضه من قبائل اسمها اللواتيين دي كانت سنه 1069 والحقيقه كانت بدات تظهر علامات في السماء ان في بلايا جايه بدا الدم يتفجر من الايقونات اي ايقونه ايقونه الشهيد مريمينا لقوها بتنزل دم في الكنيسه وفي ايقونات في كنيسه القديسه ابو مقار شاهد الموضوع ده وكتب عنه شماس إن اسمه الموهوب ابن منصور ده كان كاتب سير الاباء البطارقه والدماء بدأت تسيل من أعمدة الكنايس وسنة 1069 بعد العلامات دي هجم اللواتيين على صعيد مصر وانتشروا في كل مكان وخدوا البابا خريستوزولوس ال66 من الدار البطريركية ونهبوها واستولوا على أموال البطريرقية. وكان بيقول لهم دي اموال ماري حرام عليكم انتوا ليه بتعملوا كده لكن هم اهانوه جدا ولم يطلقوا صراحه الا بعد ما دفع لهم مبلغ 3000 دينار اتجمع من اللقباط في الصعيد وبعد ما خربوا الصعيد طلعوا على وادي هبيب قتلوا الرهبان هناك ونهبوا الاديره لكن رحمه ربنا كانت كبيره. سنه 1073 بدات المجاعه بتخف شويه وطقتها، وظهر قائد ارمني هو بدر الدين الجمالي حارب الناس اللواتيين دول واخضعهم ليه وقهر الجيوش السودانيه فبدات الرهبان يعيشوا تاني حياه هاديه بعد كل الهجوم ده الحقيقة دي كانت الأسباب المباشرة لكن كان في أسباب تانية ساعدت على ضعف الرهبنة هو أن الرهبان انشغلوا عن الصلوات وعن حفظ المزامير وعن العمل اليدوي وعن دراسة الكتاب المقدس فالنسك بتاعهم ضعف وروحياتهم ضعف وكمان انتشر مرض الطاعون في مصر فاصاب عدد من الرهبان وحصد الموت الالاف منهم عشان كده اعدادهم بدات في التناقص لكن نشكر ربنا السماء انعمت على الكنيسه وتشرف الكرسي البطريركي بجلوس قداسه البابا الطباوي البابا شنوده البطريرك ال117 البابا شنودة الثالث اللي في عهده قامت نهضة كبيرة جدا في الكنيسة والكنيسة دخلت في كل العالم وتأسست أديورة في أماكن كتيرة جدا في أمريكا في استراليا كنائس راحت البرازيل كنائس راحت بوليفيا واتعمر عدد كبير جدا من الكنايس من أسوان لإسكندرية والحقيقة التعمير ده بيرجع فيه الفضل طبعا لإيد ربنا ولقداسة البابا شنودة وبيكمل مسيرته قداسة البابا تودروس ربنا يعينه ويديله حكمة ويديله عهد مليان بالسلام دي كانت محاضرة بسيطة وحلقة صغيرة عن تأسيس الرهبنه في مصر وآبائها وعوامل ضعفها نرجع تاني من حلقتنا اللي جايه للكنيسه القبطيه في عصر الدوله العثمانيه انتظرونا صلواتكم من اجلنا ولإلهنا كل مجد وكرامه من الآن وإلى الأبد امين